أهلاً وسهلاً بحضرتك وبالسادة المشاهدين طبعا احنا النهارده تقريبا في اليوم ال 67 من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه الخسائر يعني البشريه فادحه الخسائر الاقتصاديه طبعا بالنسبه لدول الجوار لانها يعني اكثر دول بتتاثر من يعني استمرار هذا النزاع وهذه الحرب الشعواء على قطاع غزه هذه الارقام اللي سيادتك ذكرتيها طبعا في التقرير صحيحه وللاسف بتتحول الى مشاكل وعب زياده على الاقتصاد المصري، يعني انا هتكلم طبعا يعني مصر ولبنان والاردن هم يعني اكثر دول جوار تاثرا لكن احنا عندنا في مصر يعني احنا محتكين بقطاع غزه وطبعا مصر منذ اللحظات الاولى لبدء الحرب على قطاع غزه وهي لا يعني لا تتوانى عن دعم اشقائنا في غزه على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي ولذلك هذه الارقام وهذه الخسائر سوف تمثل عبء كبير علي الاقتصاد المصري الذي يعاني اصلا قبل بدء حرب غزه من مشاكل اقتصاديه عديده وللاسف يعني هتتحول إلى زيادة في نسب البطالة داخل مصر وتأثيرا في كل المجالات الاقتصادية أما إذا يعني طال أمد الحرب هو شيء متوقع ويعني لوحت به إسرائيل وصرحت به أن الأرض يعني الحرب ربما تمتد إلى ستة أشهر قادمة وبعض المسؤولين قالوا عام طبعا يعني هتتحول إلى أعباء إضافية وهذه الخسائر سوف تكون مضاعفة يعني بس للأسف الشديد يعني هذا هو قدر مصر أنها هي تتحمل هذه الخسائر و... و... وتتحمل عبء هذا الصراع المستمر الذي يعني بداته اسرائيل وواضح ان تداعياته السياسيه والاقتصاديه اصبح لا حدود لها يعني. طيب ايضا يعني كان في دعوات نقطه اخرى او جزئيه اخرى حول حرب غزه وايضا تداعياتها. كان في دعوات من قبل الحكومه البريطانيه وتقريبا 12 او عشر دوله حول المطالبه مطالبه اسرائيل بالضغط على المستوطنين او اتخاذ خطوات فوريه للتصدي لعنف المستوطنين تجاه يعني اهالي الضفه الغربيه برايك يعني ماذا تعني هذه الدعوات وما الذي تخشاه فعليا هذه الدول سيادتي الفاضله هو ليس عنف المستوطنين هو جرائم بيرتكبها المستوطنين وللاسف الوزير الامن القومي المدعو بن جفير قام بتسليح هؤلاء المستوطنين وهو الذي يدعمهم سياسيا ويدعمهم بالسلاح يعني كان هناك اعتراض حتى من المسؤولين في الاجهزه الامنيه الاسرائيليه على تسليح هؤلاء المستوطنين بهذا الكم الهائل من الاسلحه و هناك مسؤول أمن استقال اعتراضا على يعني تسليحهم ولكن للأسف يعني هناك هيمنة وسيطرة لليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو على القرار داخل إسرائيل طبعا الحكومة الإدارة الأمريكية بالفعل قامت بخطوة اللي هي يعني فرض عقوبات على هؤلاء المستوطنين حتى يرتدعوا لأن هي صرحت بأن يعني أنهم تحدثوا مع نتنياهو مرة واثنين وثلاثه في انه هو لابد ان يتخذ يعني اجراءات برايك هل هي كافيه اليوم هذه الدعوات او حتى العقوبات على المستوطنين؟ هي يعني ورقه ضغط على مم. يعني حكومه بنيامين نتنياهو لردع هؤلاء المستوطنين لان هم طبعا بيمثلوا القاعده الشعبيه لحكومه بنيامين نتنياهو القادة الشعبية لحكومة بنيامين نتنياهو هو حريص على إرضائهم وإرضاء اليمين المتطرف لذلك كان هناك يعني تصريح من الرئيس بايدن بأنه قال لنتنياهو صراحة يجب أن تغير حكومتك لأن هؤلاء المستوطنين يسعون إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية يعني الضفة الغربية على شفا حرب أهلية بسبب ما يقوم به المستوطنين من جرائم يقومون بحرق الحقوق كل الفلسطينيين وممتلكاتهم والتعدي عليهم وقتلهم وكل ذلك تحت مرأة ومسمع وحماية الجيش الإسرائيلي فهو يعني يقوم بلا في الدفة الغربية سببها هذه الجرائم التي يقوم بها المستوطنين ويدعمها الوزير بن كفير طبعا الدعوات البريطانية التي انضمت إلى يعني الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية طبعا هي ورقة ضغط كبيرة على بنيامين نتنياهو لردع هؤلاء المستوطنين حتى يعني لا تخرج الامور عن السيطره يعني منذ السابع من اكتوبر وهناك تصعيد مستمر في الضفه الغربيه واعتقالات عشوائيه وقتل ميداني من المسافه صفر اضافه الي كل الجرائم التي يقوم بها المستوطنين طيب هذا في الضفة الغربية بالنسبة ما يحدث في غزة لفتني ما قاله جاك سوليفان للصحفيين خلال زيارته لإسرائيل أنه سيكون هناك انتقال مرحلة أخرى في هذه الحرب مشيرا إلى أن هذه الحرب ستعتمد وتركز بشكل أكثر دقة على العمليات المستندة, المستندة للمعلومات الاستخباراتية والاستهداف الدقيق يعني هذا هذه الأيام السبعين هل حققت بالنسبه لواشنطن ما تريده هل صارت وفق ما تريده واشنطن لانه بحسب هذا هذا التصريح لم تكن عمليات اسرائيل دقيقه في غزه هو طبعا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان تصريحات سوليفان صدمتني انا شخصيا لان هم كانوا بيتحدثوا ان سياتي الى المنطقه ليضع جدول زمني لانهاء الحرب مع اسرائيل لانه يعني الحرب طالت الخسائر البشريه كبيره الراي العام الدولي اصبح يعني ينادي بوقف اطلاق النار وكثير من الدول التي دعمت اسرائيل في البدايه بدا موقفها يتغير حتى الخطاب الامريكي يعني في الفتره الاخيره بدا يتغير تغير نتيجه طبعا الضغوط الدوليه ونتيجه ان الرئيس بايدن بدا يستشعر يعني انه بدا يفقد يعني الكثير من الناخبين وهو يستعد لحمله انتخابيه. ما قاله للاسف يعني قال ان الحرب مستمره وانها فقط يعني انتقلنا الى مرحله جديده هتكون العمليات على اساس استخباري، بمعنى ان امريكا تريد ان تفسح المجال لاسرائيل لمزيد من الوقت في هذه العملية العسكرية شريطة يعني أن تكون عمليات مركزة وتستهدف قيادات حركة حماس فقط يعني, يعني أليس اتهام اليوم البشرية. أليس اتهام غير مباشر مثلا لأسرائيل بأنه أنت فعلا قتلت المدنيين عن عمد برايك هو هذا التصريح هو الرئيس بايدن كان صرح بذلك علنا ثم سحب التصريح بان اسرائيل تقصف قصف عشوائي ولكن يا فندم لنكون واقعيين ونقرا الصوره بطريقه دقيقه الولايات المتحده شريك في هذه الحرب يعني مم. الولايات المتحده زودت اسرائيل في بدايه الحرب ب 10000 قنبله غير موجهه يعني وهي تعلم انها سوف تستخدمهم ضد المدنيين هؤلاء المدنيين سقطوا وكل هذا الضحايا تحت مرأى ومسمع الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي عندما كان كل دول العالم توافق على المشروع العربي الذي تقدمت به المجموعة العربية لوقف إطلاق النار والوحيد الذي استخدم حق الفيتو هو نائب المندوبة الأمريكية ف... كل هذا يعني يؤكد لنا ان الولايات المتحده شريكه في هذه الحرب وشريكه بالدعم السياسي والدبلوماسي والاستخباراتي يعني هناك معلومات بتاكد ان هناك يعني ضباط مخابرات امريكيه موجودين داخل غرفه العمليات في اسرائيل اضافه طبعا الى المقاتل يعني الطائرات التي تسيرها غير مسلحه هدفها جمع معلومات فوق سماء غزه لدعم اسرائيل من الناحيه الاستخباراتيه لان طبعا كل ما حدث منذ السابع من اكتوبر كشف عن اخطاء استخباراتيه كبيره لدى اسرائيل ادت الى كل ما حدث يوم 7 اكتوبر من هجوم اضافه طبعا الى العديد من العمليات التي حدثت منذ الدخول البري ايضا كشفت قصور امني واستخباراتي لدي اسرائيل يعني الكثير من قوات الجيش الاسرائيلي وقعت في كمائن قامت بها المقاومة الفلسطينية يعني ما حدث في الشجاعية وقتل أكثر من عشر جنود دفعة واحدة وقائد كتيبة يعني وتم فتح تحقيق من قبل الجهات الأمنية في إسرائيل هناك طبعا يعني تقصير كبير أمني ولذلك بيتم دعمه من خلال الولايات المتحدة من خلال بريطانيا فكل ما يعني خرج به سوليفان كان مخيبا للأمال يعني واضح أن هي الولايات المتحدة ما زالت رغم الضغط العالمي والراي العام العالمي لوقف الحرب ما زالت تريد ان تفسح وقتا مزي... مزيدا من وقت لاسرائيل شريطه يعني ان يتم تقليل الخسائر البشريه والمدنيين وان تكون ضربات مركزه تستهدف قيادات حماس داخل قطاع غزه اشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه القراءه على النقاط التي ذكرناها قبل قليل والتي طرحتها على حضرتك من القاهره ناديه صبرا كاتبه متخصصه بالشان العربي شكرا جزيلا لك